اليوم انا وجاي لعندك على القهوه، كنت مستعجل فماشي بسرعه وعم بتلحوش من شارع لشارع مثل القهوج. وصلت على اشاره كانت حمراء، جيت بدي اقطع قلبت بردقان، قلت لحالي بركي بلحق وصل قبل ما تصير خضراء، وفعلا ما كذبت خبر، مشيت انا مشيت من هون، مشيوا السيارات من هون، المهم لحقت حالي. بس قبل ما اوصل نكشتني سياره برجلي، وقعتني على الارض. شو هالحكي؟ وان شاء الله ما صار لك شيء. لا ما صار لي شيء. مالك شايفني مثل القرد قاعد قدامك؟ رعبتني. بس النافع مو هون. لك صاحب السيارة ما حل عني إلا أعطاني 2000 ليرة. 2000 ليرة؟ وليش لا يعطيك 2000 ليرة؟ لك شلون ليش لا يعطيني؟ حبيب قلبي أنا حياتي تعرضت للخطر. هلأ أنت حياتك تتعرض للخطر؟ أعلم الله أنت مثل القطط بسبع رواح. لك يضرب حظي شو معبتك. يعني حرام تضربني سيارة مثل ضربتك وأخذ لي 2000 ليرة أتشبرق فيه. ولك ليش أخي ماهر؟ ليش لا تنطب حظك؟ خلص ملحوقة بإذن الله. ملحوقة؟ ملحوقة؟ شلون يعني ملحوقة؟ يعني هي الشغلة اجتنا على ايديها ورجليها، إذا لعبناها صح قسما بالله لنقبر الفقر أنا وياك. سعيد شبك وضح، والله ما عم بفهم عليك. شوف حبيبي، من اليوم ورايح بننزل أنا وياك على هالشوارع وبنلتحش قدام هالسيارات وبناخذ لنا اللي فيه النصيب. شو رأيك؟ بس مو خطرة هالشغلة؟ لك خطرة ما اختلفنا، بس يعني أني شغلة مو خطرة؟ وقفتنا ورا الجلاية مو خطرة؟ بلا خطرة. بقى الواحد بده يخاطر له شوي مشان هاللقمه، ما في شيء بيجي من الهواء. طيب انا جاهز، امتى بتحب نبلش؟ امتى ما بدك، من بكره الصبح اذا بدك. اتكلنا على الله. بعيونك. والمهر؟ انا برايي نبلش دغري على الحارك. يلا جاهزين. بس ما بعرف مين بده يبلش، انا ولا انت؟ والله انا برايي تبلش انت، انت صار عندك خبره بهيك شغلات. عمي خلينا نعمل قرعه. معك خمسة؟ ايه معي خوت. هات لشوفة. طرة ولا نقاش؟ طرة. اخس. دورك. زيل. وين؟ من على الزاوية من هنيك دغري. شرف يلا. اجت رح زد حالي تحلى. شو تزد حالك؟ ولا تزد حالك غير قدام تاكسي، طول بالك شوي، لا تواخذنا معلم. ليش شو فيها؟ لك هدول ما بيطلعوا عن القرش. بعدين برجوهم عريضك تعلقنا معهم. استنى شوي لما تمر لها شي سيارة مهزة. هي سيارة. يلا. يلا جهز حالك. يلا يلا عامل حالك عم تقطع الشارع وزد حالك. اوكي يلا بقول لك انطلق. يلا يلا 1 2 3 يروح. يلا خير خير يا اخ، صار لك شيء؟ طمني ان شاء الله ما صار لك شيء. الله يسامحك يا مدام، لك شلون هيك دعستي؟ لك لولا لطف الله كنت فعستي فعس. الله وكيلك انا ما دخلني، ما لقيته غير نط قدامي مثل العفريت وما عرفت ليش نط. نط يا ابو الشباب. يا معلم صار لك شيء حبيب؟ ظهري عم يجعني كثير يا جماعه. ظهري اكبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما في مدام، يمكن كسر ظهره وصار بده سيخ معدني. سيخ معدني؟ تخيلكم تخيلكم طلبوا لي الشرطه والاسعاف مشان الله بسرعه. شرطه واسعاف؟ ولي على قامتي، منين اجتني هالمصيبه انا؟ يا شباب ساعدوني، خلينا نحمله على الرصيف. عملكم عملكم ها، ظهره ظهره يمكن مكسور. ظهري يا شباب. 1 2 3 عملك عملك. لحظه هاتوا هاتوا نفس خذهم يلا اثنين. فيك تعطينا الموبايل تبعك شوي؟ ليش شو بدك اياه؟ بدنا نحكي مع شرطه والاسعاف. شو بدنا نكتب ضبط؟ ضروري الضبط؟ طبعا ضروري الضبط، مالك شايفه شلون عطبتيها الزلمه؟ ايه بس مو الحق علي، هو نط قدامي مثل القضاء المستعجل. والله يا مدام الشرطه اللي بتقرر اذا نط ولا ما نط، لا انا ولا انت. يعني ما بيمشي الحال بلا ضبط؟ معلومك اذا انكتب ضبط رح اتبهدل وانحبس بالنظاره، وهذا الشيء انت ما بتريده. والله يا انسه بدك تنحبسي. يعني هذا قدرك نصيبك، شو بدك تعملي؟ طيب شو الحل برايك؟ شو رايك ترضي لك يا برشين؟ يعني الرجال شفت عينك معتر وعلى باب الله. بيرضى يا ترى؟ والله يا مدام انا راح بحكي لك معه، بركي بيرضى. قولي ان شاء الله. يلا يا شباب يلا كل واحد يروح حال سبيله، يلا ضاعت ولقيناها، ما في داعي للعشره، يعطيكم العافيه يا شباب، نظارات مين هدول؟ يعطيك العافيه، شكرا.
طمني شو قال لك؟ بهنيكي مدام، الرجال طلع ابن حلال وما طلب منك غير 10,000 ورقة بس. بالله شو؟ شو 10,000 ليرة كتير هيك؟ بالعكس يا مدام، الرجال مراعيكي كتير كتير مثل ما عم قلك. يعني أنا ما بدي أقول قدامه، بس لا سمح الله إذا بده يعمل له هاي صورة شو بيسموها طبقي محوري للفقرة الرابعة اللي انعطبت بظهره تحديدا، بده 3-4,000 ورقة. هذا إذا ما كان بده سيخ معدني، ب100,000 ما بتكفيه. وأنت شو عرفك إنه بده سيخ معدني؟ بده، شلون ما بده يعني؟ هلا أنت باينتك صعبة وبتحسبيها كتير يا خانم. خلص مندق للشرطة بتكتب ضبط وبياخذوه على المستشفى، هنيك بيقرروا. لا ما في داعي. خلص أنا رح أدفع له 6,000 ليرة. الله يخليك، روح اسأله بيرضى؟ آخ يا بهري آه. ستي شو؟ والله يا مدام ما رضي مثل ما شفتي، بده 7,000، الرجال مراعيكي بثلاثة. هاي 6,000 ليرة، والله ما معي غيره، خلص روح اعطيهم وفرنج واحد ما رح ادفع. خلص يسلموا ايديكي، معوضين، خلص تيسري انت مدام تيسري. خلص. شوفي الرجال كيف عم يشكري. الله معي. هاي 3,000 إلك وهي 3 إلي. نعمة كريم، بس أنت كنت لازم تتوجع أكتر من هيك. لو توجعت منيح كنت أخذت منها 10,000 ليرة يقعد تضحك وبتلعب. خلاص ولا يهمك، المرة الثانية إن شاء الله. روح ندور لنا على شي سيارة تانية. إيه بس هالمرة دورك ها؟ لك عمي دوري، بس إن شاء الله نتوفى لنا بشي شوفير ابن حلال. شوفي. آخ إن شاء الله، إن شاء الله تجيبوا لي الإسعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله باين تعب بتوجع كثير، هاي يمكن معه كسر متفتت برجله وبده سيخ معدني. قل هو الله احد. سيخ معدني؟ الله يستر يا رب. هذا اذا ما طلع معه كسر بالحوض كمان. بقى اسمع مني ابو الشباب، كساب حالك بال 10,000 ليره، احسن ما تكبر القصه وعلى سين وجيم واخذ ورد، ويمكن يحبسوك لبين ما يتسكر التقرير الطبي. يعني هو قبلان ب 10,000 ليره؟ ايه قبلان. باينته شب معتر ودرويش وعلى باب الله. وبيني وبينك تحاك بيعبك انه قبل بهيك مبلغ. اي قسما بالله ما تكون واقع بين ايدين واحد ابن حرام. اي ما كان حل عنك بقل من 50,000 ليره بالميته. طيب ماشي الحال. امسك هي 10,000 ليره، اعطيها هون وخليه يتعالج. معوضين ان شاء الله. المهم انت استاذ تيسر قبل ما تجي الشرطه. الله معك. يلا بخاطرك. ماسك انت بقى دير بالك تاي مره. اي ماشي. مني كيف رجلك؟ شو بدك من رجلي هلا؟ قديش عطاك؟ 10,000. هاي 5 لك وهي 5 لي. نعمة كريم، شلون لقيت لي هالشغلة؟ يا سيدي احلى شغلة، على القليلة احسن من الوقفة ورا جلاية البلاط. قوم لكان قوم، قوم نروح ناكلنا شي أكلة طيبة بشي مطعم مرتب، ندلل حالنا شوي بعد هالتعب اليوم. قوم. ما عاد بدنا نشتغل اليوم يعني؟ لا 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 لا، خلص اليوم حاجتنا بكفي. بكرة من الصبح بننزل أنا وياك على شارع تاني مشان ما نلفت نظر. يلا. روح على السيارة جهز لي حالك. يلا. والله رزق محرزك. يلا. حسابه ولا الشغلة؟ حول الله. صار لك شيء؟ ظهرك عم يجعك؟ كل جسمي عم يجعني. دخيلك يا سعيد، اطلب لي الاسعاف، يمكن كسروا لي ظهري عن جد. طول بالك شوي ماهر، طول بالك. يعني الحكاية بدها اسعاف؟ يمكن
يمكن ظهري انكسر وصار لازمني سيخ معدني. سعيد، قديش بكلف سيخ المعدني؟ لك شو قديش بكلف السيخ؟ يعني بكلف قد اللي اشتغلناه امبارح بشي 6-7 مرات. لا والله اشتغلنا. يا ظهري. يا جماعه اسعاف.